السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوبلات شيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم كيفية تحضير البخاليني بالمكسرات، جد سهل ولذيذ ورائع الصراحة. عنده عدة استعمالات اللي غادي نستعملوه إن شاء الله في لي سابلي، في لي كريم، في لي موس، وكطبقة مقرمشة لي تارت. نتمنى جربوه وينال إعجابكم. نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى 100 غرام من اللوز اللي سبق لي وسخنت الفران وطفيته، دخلته واحد 5 دقائق وخرجته غير باش نحيد له الرطوبة اللي فيه. 100 غرام ديال القرقاع، 100 غرام ديال البندق. أنا البندق ما كانش عندي، يعني ما توفرش عندي اللي ماشي محمص، درته محمص. 200 غرام ديال السكر حبيبات سنيدة، وواحد ساشي ديال الفانيليا. نمر إلى طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في مقلاة غادي نوضع جميع المكسرات. يمكن لكم ديروا هاد البخاليني فقط باللوز أو فقط بالبندق، أنا بغيت نديرو يعني 3 أنواع من المكسرات. دابا غادي نضيف عليه السكر كيف كتلاحظوا، و ساشي ديال الفانيليا، وغادي نوضعو فوق النار مهيلة. دابا تشوفوا معايا كيف كتلاحظوا، انا وضعته هنا فوق النار وغادي نتسناه شوية فاش كيدور، بعد غادي نبقى نحرك ومستمرة التحراك بلا ما نوقف باش يتلبس السكر كاراميليزا. جميع المكسرات موجودة عندي، دابا غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. دابا كيف كتلاحظوا بديت كنحرك حيتاش بدا السكر كتشوفوه كيتحجر، لكن حيتاش هو راه يدوب وانا كنحرك باش بغيت هذاك السكر يتلبس جميع المكسرات اللي عندي. غادي نبقاو بحال هكا حتى غادي يذوب السكر ويولي كراميل ان شاء الله. كيف كتلاحظوا المكسرات ها هي بدات كتكراميليزا، ولكن باقي ما تكراميليزاتش كامله، يعني مزيان باقي حبيبات السكر اللي هما كيدوبوا. كيف كتلاحظوا هو الكراميل السكر كيدوب، غادي نواصل بحال هكذا في التحراك. ها نتوما البنات كيف كتلاحظوا، دابا صافي الخليني ديالي ها هو واجد، تلبس كامل المكسرات كامله تلبسات بالسكر كراميل. دابا غادي نصبو فوق ورق السيليكون او طابي السيليكون، نسرحو بحال هكا كيف كتلاحظوا باش يبرد، او فوق ورق الزبدة، يعني ماشي ضروري يكون هذا ديال السيليكون. ضروري البنات واحد الملاحظه، خاص فاش كتكون مقله فوق النار كتكون ضروري على نار مهيله ماشي مجهده باش ما يتحرقوش لينا المكسرات. دابا غادي نخليوه يبرد ومن بعد ندوزو نطحنوه. ها نتوما كيف كتلاحظوا قربت له الكاميرا باش يبان لكم مزيان. ودابا نرجعو مع البخاليني ديالنا بعد ما برد، غادي نقطعوه بهذا الشكل هذا. ضروري خصنا نقطعوه يعني صغير باش اللي ما كانتش عندكم الطحانه مجهده باش ما يهرسها لكمش. صراحه شي حاجه زوينه شهيه بزاف بزاف، يعني تاكليها حتى بحال هكا. ها نتوما كيف كتلاحظوا، شوفوا كيف كيجي جد لذيذ وشهي.
دابا غادي نقطعو بهذا الشكل هذا وغادي نطحنوه ونرجع معاكم. هاني وضعتو في الطحانه وغادي نطحن دابا ونرجع معاكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي البخاليني ديالنا، كيف كتلاحظوا هانتوما كيف كيجي، جد شهي ولذيذ ورائع الصراحه، كيشهي. اتمنى ان تنال الوصفه اعجابكم وان تجربوها. لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس. انا انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.